السلام عليكم يا متابعيني. اليوم سويت لكم همبرجر نباتي من الفاصوليا اليابسة الحمراء. طعمها كلش طيبة واقتصادية وسهلة في التحضير وطيبة نفس الوقت. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الأكلة اللي همبرجر أو كفتة مثل ما تحبون. المواد اللي احتاجها لوصفتنا لهذا اليوم وهي همبرجر النباتي او الكفتة النباتية. احتاج عندي هنا هذا اول شيء كوبين وربع من الفاصوليا، نقعتها اليوم الصبح قبل شيء 3 ساعات وهسه راح اخليها واسلقها. احتاج كوب واحد من التمن، ايضا راح اسلق التمن. احتاج نصف كوب من فتات الخبز اي البقسم، يا الخبز المجفف المطحون او البقسم اللي نسميه. احتاج تقريبا هذا 200 غرام من الفطر، واحتاج بصلة واحدة، نصف كوب من لب الجوز، احتاج عندي الكاتشب 3 معالق كبيرة من الكاتشب راح اخذ، احتاج ملعقتين كبار من زيت الزيتون، احتاج الملح، وعندي هنا البهارات. احتاج ايضا 2 فص من الثوم. عندي البهارات، البهارات هذا ملعقة شاي من الزعتر، ملعقة شاي من البابريكا، ملعقة شاي من الفلفل الاسود، ملعقتين شاي من الكمون، وعندنا هنا هذا مثل ما تشوفون فصين ثوم. اول شيء راح اخلي الفاصوليا والتمن على النار واطبخهم. مثل ما تشوفون خليت الفاصوليا على النار وراح اسلقها وارفعها من النار واصفيها من المي. عندي هنا التمن ايضا خليته على النار ودا اسلقه، بس يستوي التمن ان شاء الله راح افرغه من المي وابدي بتحضير الاكله. بعد ما سلقت التمن والفاصوليا عندي هنا هذا الجوز راح اطحنه. بعد ما طحنت الجوز افرغه واتركه على جهه. بعدها راح اثرم البصل والثوم. بعد ما انتهيت من طحن البصل راح افرغه تركها على جهة. اجيب من الفاصوليا اللي سلقتها وصفيتها، يعني اخلي نصف الكمية حتى تكفي الخلاط يكفي، واضيف لها نص التمن ايضا واخلطهم بالخلاط. بعدها افرغهم فوق هذا البصل، يعني شفتوا ما خلطتهم كلش، عجنتهم او ثرمتهم وكلش كثير، شي قليل على النص. اثرم باقي الفاصوليا والتمن. بعدها راح اثرم هذا الفطر اللي عندي باليد، اثرمه ناعم.
بعد ما ثرميت كل الفطر راح اضيفه فوقاته، اضيف اللبجوز، اضيف البقسم، اضيف كل البهارات، اضيف الملح، اضيف ملعقتين كبار قلنا من زيت الزيتون، ثلاث معالق كبيرة من الكاتشب. وأبدي أعجنها كل هذه المواد سوية. أعجنها وأخلي زيت على النار وأبدي أحضر الهمبرجر أو الكفتة مثل ما أو العروق مثل ما تريدون يعني تسموها. بعدها بعد ما انتهيت من عجن كل المواد راح اخذ قطعة بهذا الشكل، اشكلها بهذا الشكل واخلي دهن على النار وابدي اقليها. هو هذا شكل، بهذا الشكل راح اكتلهم كلهم واقليهم. بعد ما سخنت الزيت، خليت زيت بالمقلاة وسخنته، حضرت وحدة وأخليها على النار أخليها، حضر وحدة ثانية وأخليها، بعدها راح ارفع هذه الوجبة صارت واخلي وجبة اخرى. شوفوا اضيف ازيد اقلي بيهم كلهم الى ان ما انتهي واقدمهم. وجبة كلش طيبة نباتية صحية. هكذا انتهيت من تحضير وصفتنا لهذا اليوم. شوفوا بعد عندي هنا بالمقلاة بعد ما مخلصة من عندها. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، اتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، والف عافية مقدما، واترككم بامان الله الى ان ما نلتقي فيديو اخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.